السلام عليكم، معكم أنس من قناة أم يوتيوب. موضوع الحلقة اليوم هو واحد التطبيق عجبني بزاف وبغيت نبارطاجيه معكم. هذا التطبيق هذا تيساعد الناس اللي تيكونوا في شي بلاصة عامة، في شي قهوة ولا في شي ريستو ولا شي حاجة، شي بلاصة بحال هكا، ولا في تران، ولا ما عرفتش، جو سي با فين. وتسمع شي مقطع ديال شي آية قرآنية ولا شي موسيقى، وتيحشم يسول، ولا ما كاينش اللي يسول، فهمتي؟ هادشي علاش داروا هاد لابليكاسيون، عجبتني بزاف. هاد لابليكاسيون كتانستاليها، كتاكتيفيها، وسهلة في الخدمة. غنوريكم الطريقة كيفاش كتسمع. هي كتلتقط كتسمع حتى هي كتسمع ديك الآية ولا شي موسيقى ولا شيء من هذا القبيل، اوتوماتيكمون كتعطيكم مية وكتشغلكم حتى داك المقطع كيف ما هو، كيف ما سمعته كتشغله، وكتعطيكم البحث، وكتعطيكم حتى لي بارول ولا الكلمات ديال الآية القرآنية ولا المهم. التطبيق زعما رائع بزاف، عجبني بغيت نبارطاجيه معكم، كنتمنى يعجبكم. انا نوريكم الطريقه ديال العمل ديالو كيف داير. البرنامج سميتو ساوند هوند، انا غادي نخلي لكم الرابط ديالو في الاب ستور ولا البلاي ستور في صندوق الوصف. وغندوزو دابا الفيديو التجريبي اللي درناه باش تشوفوا الطريقه كيفاش خدمنا. هذا هو تطبيق ساوند هوند كيف ما شفتوا في الفيديو. سهل، ما فيه شي حاجة صعيبة. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم، وهذا ما كان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.